مريم تي اسعد الله اوقاتكم عرف ادم سميث علم الاقتصاد بكتاب ثروه الامم بالعلم يلي بيهتم بدراسه الوسائل الممكن تزيد ثروه الامم وركز على مدى تاثر الاقتصاد الكلي والجزئي بنظريه تخصيص الموارد كما وبدراسه العلاقه بين العرض والطلب على سلعه معينه من جهه وسعرها من جهه ثانيه قبل النظرية الكنزيه المعارضه لمبدا دعه يفعل دعه يمر لسيالي باعتبار انه على الحكومات انه تحط سياسات لدعم الطلب وانه يكون في مؤسسات بتراقب وبتوجه افعال الافراد اما بلبنان وبالرغم من تركيز الحكومات المتعاقبه على عمليه انعاش الاقتصاد بعد الحروب المتكرره عبر باري 1, دو 3 وبانتظار ساد الدين العام ناهز ال مليار دولار والليره على كف عفريت البطاله تخطت ال 50% والتهرب الضريبي حدث ولا حرج هالسبب هل هو بالسياسات الاقتصاديه ام بالنظام المتبع او بالانقسامات العموديه بين القيمين على الدوله او بغياب الرقابه هل شارفت الدولة على الانهيار في ظل مخاوف لدى المواطنين والمستثمرين؟ وهل نحن بأزمة مواطنة اقتصادية أم المشكلة بالقانون؟ رح يجاوبنا على هالأسئلة وغيرها بحلقة اليوم بالقانون الخبير الاقتصادي البروفيسور بيير الخوري أمين سر الجمعية الاقتصادية اللبنانية عنده أكثر من أربعين بحث علمي منشور بدوريات دولية مصنفة وأصدر أربع كتب تختص باقتصاد وإدارة التعليم العالي بيكتب بعدة مواقع إخبارية بشؤون الاقتصاد والاقتصاد السياسي أهلا وسهلا بروفيسور استيزي. ضيف عزيز عنا أستاذة أهلا فيك مساء الخير وكل سنه وانتم بخير انت, أنت ومريم تي في اهلا وسهلا بعرف نحن هلا الحلقه منا لايف يعني اخبارنا شوي راح تكون مؤخره لا يسمعوا بس راح يكون في عندهم مراقبه او مراجعه المشاهدين انت ضيف كنت معي قبل ببرنامج الحق معك نعم. وكمان صار لي فرصه اكون انا وياك بمؤتمر العصر المراه نعم آه جبنا سيره المواطنه الاقتصاديه يا ريت منعرف شوي المشاهد شو يعني شو المقصود بالمواطنه الاقتصاديه المقصود ستنا مفهوم المواطنه الاقتصاديه هو مفهوم آه بيدمج بين الانتماء للوطن والسعي آه في سبيل التنميه م? اوكي انتمائنا للوطن م? لازم يقوم على فهمنا وعلى القليلة على إحساسنا الفطري بأنه عظمة الأوطان تقوم على الاقتصادات القوية وهذه الاقتصادات يجب أن نشارك كلنا في صنع لذلك نحن مننزع أكثر نحو مواطنة اقتصادية بالقدر اللي بتكون البنية الاقتصادية تسمح بمشاركة أوسع وبقدر بيكون البنيه الاقتصاديه إقصائية بننزع اكثر نحو هل ضعك المواطن ضعك بس هل المواطن فردي المواطني يعني الانسان الاخصائية. هو لحاله اللي يكون مواطن لا مشان هيك قلت لك انا هي جزء من او بيكون في عندك اقتصاد تشاركي بيشجع المواطن الاقتصادي <applause> او بيكون عندك اقتصاد اقصائي اوكي بخففها هلا بتركيبه مثل تركيبه لبنان تركيبه ملتبسه اه؟ ايه بصير المواطن كثير ملتبسه كيف يعني؟ ملتبسه بين الانتماء للدوله والانتماء للجماعه اللي هي تحت الدوله ولكن قبل الدوله، وجودها موجود قبل الدوله. بسبب يعني التركيبه بشكل اساسي الطائفي المذهب الى اخره إيه؟ المحاور اي آه 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 كله يتبع وين انت بالطائفه والمذهب بهيك تركيبه بصير كثير صعب المواطن اذا ما في اقتصادي بيدمجه كثير صعب يقدر يوفق بعقليته بين انتمائه للدوله بصفتها تعبير عن مصالح طائفيه محدده وبين انتمائه لمصالحه الاقتصاديه طب هون هو الفرد يعني المواطن اللبناني وكلمه المواطن جاي من كلمه مواطن نعم هو مش عارف حاله بده مصالح بده شغل بده خدمات طب اذا الدوله ما عم تقدر تقدم له اياها مشان هيك عم بيلتجي لفئات او اشخاص او محاور او طوائف معينه لحتى تساعده بهالشيء طب هلا نحن بيظل الوضع اللي وصفته طب شو بنقول له, له المواطن؟ شو بده يعمل يعني؟ دوله شو عم بتامل له مواطن بده يوعى بالاول <applause> مواطن بده يوعى انه نظام الزبائنيه السياسيه يلي هلا يمكن صرنا ب اذا بدك اكثر مراحل وضوحا انفلاتا هو تان. الزبائنيه اللي بيلعب فيها السياسي الوسيط بين الانسان ومصالحه من خلال الدوله انه هذا النظام عم بيشارف على نهايته <applause> هذا النظام اللي كان في موارد تدعم بقائه منذ تاسيس الجمهوريه واللي بقيت رغم وجود الحرب بلبنان آه اليوم ما بقى في يستمر هذا النظام اذا نحن بدنا نستمر كشعب <applause> اذا اقتصادنا بده يكبر اذا اقتصادنا بده يضل واقف على سيستام الزبائني السياسي وصل لمرحلة من الترهل الشديد <applause> إيه مواطن بده يفهم نحن هون ما راح نركز كثير على السياسة لأننا نحكي أكثر شيء اقتصاد بس هون كمان باب لنا ومدخل لنحكي انه في مواطنه اقتصاديه، في مواطنه اجتماعيه، في مواطنه ضريبيه، في مواطنه من كل الجهات، لازم الانسان هو وعليه عليها، وبغض النظر انه كمان لازم نوضح نقطه انه مش كل المواطنين اللبنانيين عندهم ارتباط اه اه بالطوائف بهالدرجه في اشخاص بعضهم مستقلين عم بيشتغلوا بطريقه موضوعيه اكثر بهدف تحقيق المواطني العامه فينا شوي نحكي بالكلم عن الاقتصاد نوضح بما انه ذكرنا ادم سميث الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي اللي نادى فيه كنز كمان تركيزهم شو المفاتيح لالهم شو الفرق بيناتهم الاقتصاد الجزئي هو الشيء اللي بنعمله كلنا كل يوم نشتري منبيع منسافر بالطيارة مندفع حق التكي. كله هذا اقتصاد جزئي أوكي فردي ايه كل شيء بنعمله كافراد متدخلين بالعمليه الاقتصاديه كمؤسسات متدخله بالعمليه الاقتصاديه هو تعبير عن الاقتصاد الجزئي الميكرو المايكرو من الكلي هو اقتصاد المجاميع أوهو. يعني بدل ما نقول استاذي آه منى راحت على البنك اخذت قرض بفايده 7% بنقول معدل العام للفوائد بالبلد سبعة ارتفع بالمئة. من كذا لكذا اذا صرنا عم نحكي كلي بطلنا عم نحكي اقتصاد اللي خصه اها بشخص محدد شو قيمه التفريق وهون النقطه مش تعريف مهم قيمه أكيد. التفريق بالمعنى الاجتماعي إيه مثل ما ذكرتي حضرتك لسفر لسباسي تبعيت ادم سميث أه. كانت بتقول انه الدوله ما لها دور اقتصادي أه. دوله شغلتها تترك العناصر الاقتصاديه تشتغل أه. وهيدي العناصر الاقتصاديه هي اللي بتعمل الاحسن لكل الاطراف أه. مصلحه كل الاطراف تتامن من خلال الحريه الاقتصاديه ولبنان جزئيا قام ككيان على هاي الفكره وهل هو الأحسن للبنان كان يقوم على الفكرة؟ فكرة التدخل الحد الأدنى للدولة <applause> لحد ما إجت الشهابية وهلأ إذا معنا وقت بشرح لي أكيد يعني. لأنه هيدا شيء كتير مهم لموضوعنا إيه؟ لأنه قانوني هيدا مم. بينما لما إجى كينز بعد أزمة العالمية الكساد الكبير إجى قال لا هيدا دعه يعمل دعه يمر كربج صار في دوز معين من تدخل الدولة لدعم الطلب مثل ما ذكرت <applause> انت حقيقة ودعم الطلب هيدا بيرجع بحرك هالموتور المكربج بترجع بعدين بتنسحب حسب الحاجه وبتتدخل حسب الحاجه طب هيدا الحاجة المكربج بالعامه بنحكي هيك بس كيف كربج لنقول للمواطن بطريقه علميه شو كربج؟ الفوضى الفوضى الاقتصاد الفوضى, الفوضى هل صار في اذا ما إله تنظيم هو اقتصاد فوضوي يعني صار في بطاله زادت انا مصالحي وانت مصالحك وفلان وفلانه مصالحهم بدون ما ننسق أهو. كون في اطار الحرموني. ينسق هالمصالح أهو. مع بعضنا اوكي بدنا نوصل لمحل لمحلات بنسميها اوضاع متازمه ندخل فيها بفوضى اقتصاديه اكبر معبر عنها بالتاريخ لليوم هو الكساد الكبير آه تبع ال 29 بامريكا اوكي هلا لبنان نرجع لبنان لبنان مع دخول الشبي بلش بلبنان تدخل اوسع للدوله بالعمليه الاقتصاديه، طبعا هالمحاولة هل, هل, هل هيدي رجعت انضربت لعده اسباب ومنها الدخول بالحرب الأولى. وهو كان معروف عنه قبل المؤسسات، يعني اغلبيه المؤسسات عندنا باطار موديل بعد تنزيل. الحرب بعد الحرب البلد صار متكل كثير على الدوله لانه الرئيس الحريري الله يرحمه كان عنده نظرية بتقول إنه أنا لا أقدر رجع رد هالبلد مثل ما كان خليني فوت عناصر الحرب إلى الدولة بس مشاركة إدخالهم على الدولة كان مكلف جدا <applause> والمشكلة إنه التركيبة اللي ركبت بعد بعد الحرب بجزء الإقليمي وبجزء المحلي كانت تركيبة غير فعالة اقتصاديا <applause> كانت فعالة من حيث انه ضخت موارد للبلد سببها الاساسي هو انتعاش القطاع العقاري <applause> والفوائد المرتفعة اللي دفعها القطاع المصرفي <applause> هذا اللي عمل هال اليوم نحن بعتقد بالظرف الحالي لما السرد نحن وصلنا لانه هول الاثنينات وصلوا لمرحلة ما بقى قادرين يشكلوا محرك للاقتصاد اللبناني <applause> <applause> الاموال من الخارج تراجعت ايه القطاع العقاري سوري كربج على طريقة اللي اللي كنا عم نحكيها ايه اسعار النفط بالارض اقليميا اللي هي كانت عادة بترفض اموال يعني الودائع اللي من برا لبنان تجي على لبنان زائد القطاع العقاري اليوم بحاجه لماكرو جديد بحاجه لنظريه لا هي الكلي والجزئي هو الميكرو لحتى كمان ايه. المشكلة بحاجه يعني. لمقاربه جديده اه بعتقد انا انه اذا ما عملناها حتى لو جبنا اموال سادر اه اموال سادر يا بتكون جزء من من نظره اقتصاديه تنمويه شامله للبلد بترجع بتقول مثل ما اليوم بعتقد امبارح حكيها فخامه الرئيس انه اليوم لبنان ما بقى في بلد اقتصاد رايع يعني. انتهى الاقتصاد الرايع يعني. هلا عندنا بترول لبنان... كمان بدهم ينشوه يعني لبنان البترول جاي بس بعد بده وقت وانا برايي في قدام معاقبات جيوسياسيه كبيره قبل ما يصير حقيقه قبل ما نشم ريحته ايه بس الكونترايات توقعت كونترايات التنقيب مه. طيب يعني التنقيب يعني من ننت... التنقيب ما فينا ننقبه ونطلعه بعدين وقف بدنا نبيعه بدنا ن... <applause> هلا يا ست منى خلي يطلع بنرجع منك بنحكي بتستدعيني على حلقه بعدين بس إن شاء الله. يطلع إن شاء الله. نرجع بنحكي كلنا بدنا اياه يطلع أوكي. بس انا عم بقول في مخاوف مخاوف جيوسياسية بموضوع اي بلد اليوم بده يفوت على النادي طب حطيت اصبعك على جرح نحن منعرف النظريات الاقتصاديه او اي نظريه ما بتجي الهام بتجي وليده واقع يعني وقت ادم سميث حط نظريه او كتاب وثروه الامم بالقرن السادس عشر او باخر السادس عشر بدايه السابع عشر كان نتيجه انه الظروف كانت الملكيه متاصله كان العالم عم يهربوا من انه سيطره السلطه الملكيه على مقدرات الدوله قال اتركوا الشعب يشتغل اجا كينز وليده الحرب العالميه والأزمة الاقتصادية. والأزمة الاقتصادية يعني ما هو الحرب العالمية نتجت الحرب الع... الأزمة الاقتصادية الكسيد كان نتيجه الحرب العالميه الاولى طب هون اجا هو قال لا يا عمي في خطا هيدي التخربط اللي عم تحكي عنه نتيجه خطا اقتصادي تعوا لحتى بنحنا بلبنان وين الخطا وكيف لحنا حتى نصلحه وشو هي النظريه رح تكون ناجعه عنا شوفي وين الخطا الخطا بعده اشياء الخطا بالسياسه انه عنا نظام سياسي في ديمقراطية غير فعالة اقتصاديا ونحنا اليوم عم نشوف ديمقراطية أو بدوقراطية آه إيه اللي بدك إياها بس إنه هيدي غير فعالة اقتصاديا يعني اليوم أنت إذا بتختلفي بظرف هالقد دقيق إيه على تشكيل حكومة ثمان أشهر هيدا شو أنا شو بدي بالسياسة؟ هيدا قلة فعالية اقتصادية طب أنا أثر نظامك على الاقتصاد نظامك السياسي يلي هو نوع من مجلس وزراء بشكل نوع من مجلس امن طوايف في فيتويات <applause> اها بيؤدي لانه يكون الكفاءه الاقتصاديه معطله او قليله هون نحن اذا بدك المشكله المشكله الثانيه اذا رحت اقتصاد ايه هو انه هذا الاقتصاد اللي اليوم قايم على العقار امم وقايم على استيراد الودائع من الخارج <applause> ما بقى قادر يقيم بحاجات المتناومه للشعب اللبناني في سبيل ما في تنوع وين الصناعه؟ وين الصناعه؟ اليوم في اهم الصناعه ستنا اليوم في الاقتصاد الرقمي مظبوط لان احنا ما عملنا شيء فيه بعد بعد ما عندنا بعد ما وقعوا القانون للحمايه بعد القانون نحن عندنا لبنان اكثر بلد من دول المنطقه قادر يستفيد من الاقتصاد الرقمي ليخلق فرص عمل لكثير من شبابه طب اللي شو اللي موقفه؟ ايه شو اللي موقفه؟ شو العقبة؟ عدم فعالية النظام السياسي ما هلا ما عم بفكروا بهيك شيء. اليوم نحن بدنا مجلس اعلى للتجاره الالكترونيه، بدنا اليوم اه. بدنا مجلس اعلى للتجاره الالكترونيه، نشوف كيف نفوت على هالعالم امم نشوف نروح نوجه هالناس من القرى للشباب الصغار بالمدن للمنتجين الصغار كيف فين يفوتوا على هذا العالم اللي هو مصنوع لهم نحن بدنا مجالس عليا بدنا هي المشكله ما عنا مجالس يقعدوا يحكوا فيها عندنا مجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي انشئ آه، بقانون بال95 طب شو عم بيعمل شو عم بيحقق انا ما بدي الاسم سمي اللي بدك اياه سميها لجنه مجلس لا آه، انه هل نقصنا نحن لجنة؟ اطار بدنا اطار سياسي اطار سياسي لمعالجه مطارح محدده عنا افونتاجات فيها انا بعتقد هلا هي إيه شغلتين هي إيه صادرات وهي تجاره الكترونيه هاي الشغلتين هول ما بقى إيه؟ شو بدنا نصدر؟ ايه هيدا هو ما هو شغلته يقلنا شو بدنا نصدر ولوين ويروح عند هالمنتج وهالمزارع وعند اللي جاي يبحث عن فرصة يستثمر فيها عشر تلاف ومئة ألف ومليون وخمسة مليون نحن اللي يقل عم يقل له هيدي الأفونتاجات اللي أنا اقتصادي بيعطيك إياها لتروح أنت تعمل هالشي بروفيسور اللي عم ننجح نصدره نحن الشباب والادمغه نحن هلا عم نحكي ارقام ما بعرف قديش دقتها لانه هيدي متداوله خمس اكثر من 50% بطاله بطالة ليش؟ لأنه ما عم بيحسبوا الشباب اللي فلوا بطالة بالناس الموجودين لا بطالة الإجمالية هي بحدود الخمسة وعشرين البطالة بين يعني الخريجين مرتفعة جداً بس ما بعتقد 50 يمكن شيء بال 40 42% طب بس ارقام مخيفه ارقام مخيفه وال 25 مخيفه انتبهي. ما ارقام مخيفه يعني, يعني بيقولوا 8% و9% باوروبا ايه 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 او بامريكا برافو عليكي تلكها. 100% 100%, 100 اليوم البطاله بامريكا صارت تحت 2% انتبه طيب انه ايه هيدا ايه العاطل عن العمل شو وين وين حلمه؟ ما بدنا نحكي كيف بده ياكل يشرب يمكن يليق حبيبتي وين انسرق حلمه يمكن يليق جي بي باقتصاد ما بيفتح فرص ما هي اللي عم اقول لك اياه طيب ما بدنا نحنا التغيير بالبنيه يفتح لنا فرص لهالشباب وحتى للناس الموجوده يا اختي اليوم نحنا عندنا مشكله اسمها شيلي كل شي على جنب عندنا مشكله اسمها اسعار فويد اوكي يوم طيب اسعار فويد للدين او لل لاثنين لانه اذا بدك تديني غالي كتير ايه وبالمقابل اذا بدك تعملي بت... شو بدي بالشغله بروح بضب مصرياتي بالديبو انا عند البنك <applause> عرفت؟ عرفتي مصاري انا قاعد بالبيت لشو بدي اخذ ديسك بس هون في كمان ما بدنا نثير المخاوف يعني بس هودي الكل عم بيقرون عم بيسمعون يعني مش نحن بحلقتنا بس انه العالم عم بتخاف من الليره عم بتروح تحول مصرياتها للدولار لانه كمان الفوائد على الدولار اعلى من قبل نسبه من كم سنه كانت 3 يمكن بالمئه واقل و2% بقى هلا عم بيعطوا فوائد اغرائيه اكثر أعلى للعالم هلا كل البلد في ستركتور فوائد عالي سببه جزئيا هو الارتفاع العالمي للفوائد بس سببه الأساسي إنه اقتصادنا مكربج إنه نحنا اليوم ما عم ننتج فوائد داخلية وعم نضطر لـ 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 لإتمام عملية استهلاكنا السنوية نتكل اكثر على استنزاف احتياطي ميزان المدفوع. طب هل السبب بدنا شوي نربطه كمان بالاسكان، هل السبب الفوره الفقاعه الكبيره للسوق العقاري من 2007 2008، يعني اسعار العقارات تضخمت بطريقه صارت تكعيل للشاب اللي عم بيشتغل منه عاطل عن العمل، عم بيشتغل بس مش قادر يشتري بيت، طب هيدي شو؟ اقتصاديا كيف بنترجمها ما بالترجمية بشي بالاقتصاد الرائع اللي عندنا اياه ويلي حول موارد رئيسيه الى قطاع او قطاعين بالبلد بدل ما هالموارد تتوسع يكون في بنيه تساع انه الاستثمارات تروح تعمل ارباح بعده قطاعات بالاقتصاد صارت هالمحصوره انه معروفه قطاع العقاري ربيح اوكي نظريه بتقلك انه قطاع العقاري ربيح يلا كبوا مصاري بهالقطاع العقاري وعم يجي اموال من وراء ارتفاع اسعار النفط هلا ما بقى ربيح العالم هلا تغيرت كلها البروموترز عم بيعمروا ما بيقدروا يبيعوا منذ, منذ 2011 لليوم في اتجاه اخر بالسوق هلا اخر سنتين هل هيدا نتيجه التضخم يعني كثره العرض نتيجه ما بقى عندك مصاري تحطي فيه لقطاع العقاري الخليج بطل عم بكبلك مصاري كمان يعني لانه في ازمات انت, انت طلع هيدا ما أمني. تنسي وصل سعر النفط ل 150 دولار م. م. فوائد النفط توزعت على كل المنطقه وعلى كل القطاع العقاري بالمنطقه بما في ذلك لبنان م. 2011 فتنا بالازمه السوريه فتنا بانخفاض اسعار النفط عرفتي فتنا بازمه فتنة باليمن فتنة بليبيا فتنا بازمات متتاليه ب قبل العراق. دول الخليج ايه كله هيدا رجع خلق طلب ضعف الطلب العقاري ظهر البيع اللي زاد الطين بلي هو انه وقفت القروض السكنية فكل مصادر الاموال اللي بتكب على القطاع العقاري نشفت طيب شو نتيجتها هلا هل رح تدنى الاسعار العقارية؟ هلا الاسعار بعد تنزل يعني بعد رح تنزل تعارف. اكثر يعني حسب يمكن يمكن تنزل يمكن تجمد ويمكن لا سمح الله لا سمح الله يصير في خضات بالشركات العقاريه لانه هاي الناس مدينه مصاري لعملت هال بالكلام عن الخضات بالشركات كمان هلا المتداول 2200 شركه اقفلت من بيناتهم شركات عقاريه وشركات افراد تجاري. ومؤسسات وتجاريه وغيره هل هيدا سبب دليل انه من ال 2000 يمكن بالفوره اللي صارت بعد لنقول 2006 2007 العالم ركضت بايمانا منا بهالبلد صارت هالفوره صارت تفتح شركات وبعدين لقيت انه غير مثمره؟ لا مش هيك هلا صار كلفه الانتاج بلبنان مرتفعه. لبنان قطع كثير ازمات بس كان بعدها رغم انه غير منافس بالمنطقه بس كان بعد لانه لبنان البضاعه اللبنانيه لها مسموعيه كان بعده التسعير بلبنان بيجيب نتيجة م? بلد عم بفوت عليه سواح إلى آخره سواح خليجية يعني قدرة شرائية عالية عرفتي أضف إنه كان كل الشباب اللي عم نخرجهم نحنا من الجامعات نلاقيهم بعد ثلاثة أشهر بالسوق عم يشتغلوا عناصر طلب عناصر دعم الطلب كلها موجودة اليوم كله هيدا قلب عرفتي فبس يقلب ببلش السوق ترانشيت حسب قد ايه بتبيع وقد ايه بتربحي هو اللي بيحددوا الترانشات اللي بتقعد فيها الشركات بالسوق ببلش هالترانشات الضعيفه تقشط بس هي عم تقشط وين الخطوره هلا هيدا حدا بيقول لك ايه هاي الكفاءه الاقتصاديه اذا ما قدر ينافس بده في ايه بس انت ما عم تنتبه انه هيدا وقت عم يقشط عم بقشط معه عيال تروح على البلد. مزبوط. عم بينزل مستوى الطلب بالبلد مرتبطة الى اخره وما عم بشجع مستثمرين يفوتوا على البلد يعني هيدا دليل صحه نظريته لكينز انه لازم بوقت الخضات او الخربطات اللي عم بتصير الدوله هون تحط سياسات توجه او تراقب صح هل عندنا سياسة اقتصاديه؟ ولا مره قال لي كينز انه مع تدخل الدولة التي تشكل عبء على الاقتصاد هو كينز حكي بتدخل الدولة وهذا في لغط حواليه لأنه الناس بتسمع كلمة تدخل الدولة وبتنسى الكمالة تدخل الدولة وقت عيزة الاقتصاد لا الاقتصاد بس ولا مرة لا كان ببال علم الاقتصاد ولا ببال كينز اكيد انه الدوله تكون عبء على الاقتصاد، نحن بوضع اليوم الدوله تشكل عبء مش مش دولة متدخلة في الاقتصاد دولة هي عبء على الاقتصاد دولة صح إلى دور اجتماعي نحن بنعرفه وشايفينه بس بنفس الوقت كلفة تمويل النظام السياسي كلفة مرتفعة جدا بكل شيء بمؤسساته وبمطرح اللي فيه فساد وبمطرح اللي فيه لا كفاءة وبكل المطارح هذه كلفة على الاقتصاد مرتفعة جدا عنا سياسة اقتصادية لا نحن عندنا سياسه نقديه اللي هي سياسه آه. مصرف لبنان مختصره كل شيء في سياسات بالاقتصاد يعني آه. سياسه ماليه متهوره انت بتعرفي عجز الموازنه بدل ما يصغر السنه كبير ايه اه. سياسه تنمية ما في افق استراتيجي سياسي شو سياستنا استراتيجية هلا عندنا نحن الحديث المستجد يلي سمعناه من فترة بنسمع عم بيقولوا وزير الاقتصاد واللي انا برايي هذا كلام واعي جدا انه نحن بغير بنيتنا الاقتصادية كيف والا بدنا نتحول لبنية منتجة كيف بدنا نتحول لدعم الصناعة دعم الزراعة دعم الاقتصاد الرقمي ما في كلام ما فيه مصانع عم بتسكر كمان اه في مصانع عم بتسكر غير شكل لانه هلا البلد واقف هلا بدك تعتبري كيف انت بدنا نرجع نعمل انت بلحظة اذا ما في شغلتين اذا ما في اتفاق سياسي على تشكيل الحكومه واذا ما في رؤيه للحكومه يعني اليوم بوضع لبنان ست منى ما بقى ينفع نقول شكلنا حكومه بينفع بس ما بقى هيدا هو مربط الحصان مربط الحصان الرؤيه اللي بدها تطلع فيها الحكومه حكومه منسجمه حكومه عندها وعي لحاجات اقتصادها وحاجات شعبها وحكومه قادره تنجز هلا ما بدنا عراقيل لانه مثلا نحن صار في باري 1 باري 2 باري 3 بعد بيقولوا ما تطبق مظبوط وجايين على امل سادر هل نحن بس بدنا قروض هل ب... ناقصنا بعد قروض او ناقصنا خطط عمل لحتى نتاكد انه هالقروض اللي عم ناخذها عم تنتج لنغطي العجز اللي عندنا سيدنا سادر مشكلته عم بيتم التجاذب حوله بالسياسه ايه اللي هن بدهم يعترضوا بيقولوا اموال ساد لا اموال ساد نحن عايزينها بس كان احسن لو ما عزناها بس مه. نحن عايزينها بسبب التهور المالي اللي وصلنا لفوق 80 مليار دولار دين مه. روح عليه شوي سادر ضروري بس سادر كيف حنستخدمه نحن جايبين سادر. سادر رح نس... نعرف كيف بدنا نستخدمه بعد فاصل مشاهدينا فاصل ومنواصل نرجع لكم مشاهدينا بنرجع لكم مع ضيفنا بروفيسور بيير خولي بروفيسور كنت عم تقلنا كيف نحن بدنا نستفيد من سادر خبرنا كيف بدنا نستفيد وننمي هالاقتصاد عنا او سادر بيكون بوابه لانك ترجعي تضخي استثمارات بالبلد بالبنيه التحتيه اساسا واللي هو هيدا مشروع سادر بيترافق مع سياسات جذريه في الاصلاح الاقتصادي ركزي معي سياسات جذرية في الأخ... مش اجراءات سياسات تغير طبيعة الاقتصاد اللبناني لانه هذا اقتصاد ما بقى يمشي ما بقى فيه الموارد يلي مشيته رح اقول خمسة 75 سنة بطلت موجوده طب اليوم. كيف بتسهيلات يعني كيف بدنا نمشي كيف بدنا نلاقي بدك قطاعات تنتج قطاعات منتجه عم اقول لك ما بقى فيك تقعدي على ظهرك وتقولي نحن عندنا قطاع العقاري ما بينزل ونحن عندنا السياحه وعندنا الخليجيه وعندنا الودائع وعندنا القطاع المصرفي ما في سياحه كله هيدا اليوم كله بيكون موجود انتبهي كله جزء من بنيتنا الاقتصاديه بس انا ما بقى فيي استهلك وعيش على حساب برا هيدا بدنا ننساه من اليوم بالرايح بدي أنتج جزء اساسي من يلي بدي استهلكه هذا المقصود بالتحول كيف بدنا نشجع الى الاقتصاد المستثمر انه يجي يستثمر وشركات تفتح هيدا اللي اذا اعطينا اذا اخذنا فرصه سادر امم ومع سادر لانه سادر ما حيجي بكره يقول لك خذي هالمصاري في تدرج بس مع هالتدرج هيدا نحن فكفكنا اقتصادنا فتحنا في فرص استثماريه وفرص عمل ايه بنكون نحن مشينا بارلال مع هالاستثمار منشان نعمل مضاعف انتاجي لهالاستثمار اللي اسمه سيف منشان ال11 مليار يصوروا باقتصادنا 110 مليار رب. 11 مليار في منهم كمان قروض وفي منهم منح يعني منح ما بهم بهم نحن اليوم هيدي هيدي اليوم مش مصاري مثل ما بيدينوا بسندات الخزينه لازم نعرف حكومه مش حره التصرف فيها هيدي مشروطة رايحة لقطاعات محددة اوكي مشروطة في آلية لإنفاقها في آلية للتلزيمات وإلى آخره بقلبها اوكي سو هيدي ما ممكن هلا هلا هل... هل ممكن استخدامها لتمويل الطبقة السياسية ممكن استخدامها مم؟ إذا بدك لتعويم الطبقة السياسية بلبنان يعني عندهم باك. نفس بس هن ذاتهم بدهم يوعوا انه اليوم ما بقى فينا نكمل ايه بدون ما نعمل تحسينات حقيقيه بالبنيه الاقتصاديه تحولنا من اقتصاد ريعي لاقتصاد منتج هالكلام مش انا عم بقوله مال. مع اني انا من زمان بقوله بس اليوم فخيمه الرئيس عم بيقوله الرئيس بري عم بيقوله عرفتي آه بدنا نحن بحاجه لانه نفهم ما بقى فينا نكمل على الاقتصاد اللي بكبلنا اموال من برا بنرجع بنكبه احنا بعجز ميزان المدفوعات هذا في ارتباط بين تاخر تشكيل الحكومه وبين سادر لانه مش مشروطه هالقروض لا مش هيك بس سادر بيصير بخطر اكبر قد ما تاخرنا بالتشكيل م -م. لانه اليوم شوفي كمان في اشياء ثانيه بدنا ناخذها بعين الاعتبار في كثير دول اليوم عايزه مصاري استثماريه وكثير دول عم عم تستعجل تغير بناها الإقتصادية لتستفيد من هالمصاري عرفتي واليوم حق المال عم يغلب العالم بالتالي انك تحصلي على على قروض ميسره ايه؟ صار اصعب واصعب وبرايي انا لو ما هن الدول المانحه حست في حاجه سياسيه لانه الاقتصاد اللبناني ما يوقع ما كان اجانا هال حاجه لموقع لبنان الاستراتيجي لكل شيء في كثير اسباب وكل دوله عندها اسباب والبترول صراحة. كل دوله والشركات عندها... الكبرى كل دوله عندها اسبابها م. عرفتي بس بالاخير بنصب مطرح واحد ما حدا بده هالكيان يوقع واليوم الانهيار الاقتصادي بلبنان في خطر يوقع الكيان وخلينا نقولها بصراحه في خطر انه الكيان يوقع بسبب الانهيار الاقتصادي لذلك اجوا هالدول حطوا هال هال تعاضد التعاضدي هي ليقولوا للبنان نحن ما بدنا اياك توقع ونحن حريصين نضل واقف على جاك بس هلا دور هون الاقتصاد هو عصب الدول كانوا من زمان الدول يشتغلوا اكثر بين بعضهم يعني بالقرون يمكن 16 و17 18 مع نشوء الدوله الام كانوا يركزوا على السياسه على اساس لحتى تنشيط الدول والعلاقات الدولية هلأ صار قائم على الاقتصاد ومع الانفتاح بين الدول بظل العولمة صار في يمكن الدول عم بت... عم تضعف اقتصاديا لانه ما بتقدر تتماشى مع التطور اللي عم بيصير بدول حضرتك حكيت عن الرقمي عن التكنولوجيا الرقميه اللي هلا نحن متحولين يعني نحن هلا عم عم ببث القناة مريم تي في رقميا ديجيتل. كمان ديجيتال mm. ديجيتل mm. آه وين من النمو نحن عصرنا يمكن 2006 2000 او او 2007 2008 كان عندنا نسبه النمو 98 و9% وصلت وين النمو الاقتصادي نحن عندنا خاصه لفتني انا بعمل ريسيرش انه بسنه 1953 انشئت هيئه فنيه اسما مجلس التصميم والانماء الاقتصادي يعني لفتني هالعنوان بس ما بعرف شو بيعملوا وكان عندنا كمان وزارات تصميم اذا بتتذكر وزاره تصميم كان عندنا وزارات تصميم كمان مزبوط كله هيدا اكس مزبوط كله ليه مش ناقصنا تصميم اه ما ناقصنا تصميم يا حبيبتي ما في دوله بالعالم تمشي بدون تخطيط وتصميم طيب قبل كانوا يقولوا الدول بتشتغل عشرين سنة في منهم يقولوا مثلا إسرائيل بتشتغل خمسين سنة خطط إيه؟ اليوم ما بقى في منها لأنه العالم سريع التغير أمم. بس على القليل نحن يكون شايفين الخمس سنين وين نحن هلأ بلبنان كمان بدنا بدنا نرحم حالنا شوي إنه نحن قدرة الداخل على ضبط معطيات البلد كمان قدرة منا كاملة خلا ما نقول شيء تاني قدرة منا كاملة عرفتي بس هيدا بيرتب مسؤولية أكبر علينا أمم بأنه نحن نكون عم نشتغل دايما لنحمي حالنا بوجه العواصف هلا هيدا ما شفناه لهلا صراحة نحن ما شفنا ولا مرة سياسي ضد احتمالات العواصف اللي نحن ممكن نفوت عليها بالاقتصاد بالسياسة شيء تاني بالسياسة أنا بعد الطبقة السياسية كفوقة جدا عرفتي وعارفه ضمت حالها بين 20 30 عاصفه عم يمرقوا علينا، بس بالاقتصاد عندنا مشكله لانه اللي بخليكي تصمدي بالسياسه على المدى البعيد هو بنيه اقتصاديه سليمه. سياسة لحالها ما بتأم فيكي. بدك بنيه اقتصاديه سليمه، انا برايي يعني ما شفنا لهلا انه في عندنا وعي كافي لهي الحاجه وشو بالذات من هالحاجه من هيك قلتلك حكايه باخر سنتين وزير الاقتصاد معبر لانه بفك بشكل تغير جذري بطريقة تفكير الكيان اللبناني بالاقتصاد ولا مرة سمعناها هيدي قبل هلا اليوم عم يحكي انه نحن ما لنا مصلحة بهال بهالانفتاح على الصادرات هيدا ال... بس اليوم كان في حديث كثير حلو بال مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية صار في تعيين ملحقين ل... اقتصاديين اقتصاديين هيدا الشيء جديد يعني نحن اليوم عم نصور ب 3 جانوري ما بعرف امتى الحلقه رح تنعرض بس بحب انه نشير لها انه هيدا ملفته، هل هي اول درجه لتفعيل الاقتصاد عنا بلبنان ولرسم سياسات اقتصاديه؟ ان شاء الله ان شاء الله هي جزء من 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 سلسله سياسات اكبر منها لازم تكون عرفتي؟ سلسله سياسات اللي اكبر منها انا قلت لك اليوم نحن بدنا سياسه تقوم على التصدير ما بق فينا وعلى القليلة على القليلة إذا عنا مشاكل بالتصدير بدنا توسيع الإنتاج المحلي لتخفيف الاستيراد طب. بالكلام عن هيو التصدير هيو شو وحدة. بدنا نصدر وقتا بيكون في اتفاقيات مع دول وحتى مع دول الشرق الأوسط لأعفاء الرسوم وأعفاء ضريبة هيدا اللي قاله. ضريبي. قاله وزير الاقتصاد بالذات قال نحن شو عم نستفيد من هالاتفاقات مع أوروبا ومع التسيير العربي نحن فتحنا سوقنا ببلاش تعوا كبوا بضاعه لعنا ونحن ما قادرين نصدر شيء أه. ليه ما قادرين؟ لانه ما عندنا البنيه المنافسه اللي أه. تصدر اوكي بالحد الادنى خففوا استيراد وخلينا نحل محل الاستيراد منتج محلي نوسع نوسع كوتا المنتج المحلي هلا في اعفاءات من وزاره الاقتصاد للصناعيين بدهم يقوموا بمصانع إعفاءات معينه عم بيعملوها للتسهيل طب هل بس رح تقتصر الاعفاءات بس على الصناعات ماذا ولو انه مثلا يكون في تحفيز لصناعات اخرى مش ضروري تكون صناعات انتاجيه في صناعات مثل ما حضرتك حكيت عن التقنيه الرقميه في صناعات اخرى ابسط انت انت استاذ بأميركا اللي هي بلد المشاريع الرياديه في هيكل قانوني خصوصي لتعملي مشروع ريادي اسمه ستارت اب اها ايه عندنا ستارت اب عم تدعم بيدعموا المصرف المركزي آه بس ما عندنا هيكل قانوني لشركات ستارت اب يلا هيدي دعوه هيدي دعوه للقانونيين والمشرعين مثلك يلا. مثل كل العالم بتفتح شركات طلاب مخرجه من الجامعه الى اخره بتفتح مشاريع هي هي من يمكن من بيناتهم 2200 لا عملوا انتبهي مش انا عم بخترع من حالي بدك تشجعيهم هول بدك تعملي صيغه بسيطه جدا للشكل القانوني تبعولن ايه لا يخافوا و ولا يعلقوا بمشاكل مع الضرائب ولا 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 الى اخره ويكون عندنا تحفيزات ضريبيه طيب هيدا بده يكون بالتشارك بين مين؟ بين وزاره الاقتصاد ووزاره العدل وال... والقانونيين والمشرعين هذا آه مجلس نواب ما بعرف مين نعم بتجيه بس هذا بالاخير مجلس حدا نواب بده يعمل هل... إيه؟ ما عندك لجنة إدارة وعدد يكون في لجنة بالأخير أنت بدك تطلعي قانون يجي يقول له الشباب تاعو عندكم أفكار عندكم مشاريع هذا إطار بيحميكم مش بيشتغل سيف مسلط على راسكم هذا إطار بسيط جدا عرفتي يمكن يعفي من الضرائب خمس سنين سبع سنين إلى آخره يشجع الناس تطلع اليوم أنا بعرف كثير لأنه أنا بشتغل باستشارات خاصة بالمشاريع الريادية انا عم بقنعهم يروحوا يعملوا شكل قانوني لمؤسساتهم ناس بتخاف من شيء اسمه ضرائب وقانوني والى اخره ومحاسب بدي يدفع له هالقد ومحامي بدي يدفع له هالقد اعملوا شكل مبسط لهالامور له هيدي وحده اثنين عندك اليوم كتير انت ايه انتاج ممكن تصديره بده بلاتفورم الكتروني بدو بلاتفورم الكتروني بدك علي اكسبرس لبناني تستخدمي لتصدري بدك بالحد الادنى تعلمي هالناس كيف تفوت بيع على اكسبرس تقرينهم هاي الطريقه هيك بتفوت بتحط بضاعتك الى اخره بتتواصل معهم ما حدا من الناس متروكه كلها طب كل واحد بده يعمل تجربته لحاله ما ليه ما بنعمل هيك... جهد وطني مره وحده؟ مشان هيك الدعوه انه اكثر من لجنه تشريع <applause> بمجلس النيابه هيدا لازم يكون في تنسيق يكون في ورش عمل في محاضرات بين الوزارات لحتى كل وحده تدوي على بين الوزارات وسائل الاعلام دورنا نحن المحليه الان اوز البلديات كله ورشة وطنية، يعني م -م. بدك تحطي كل هالكفاءات الموجودة بورشة وطنية هيدا هدفها. والاتنين قلتلك شو ما سميتيه مجلس أعلى، هيئة إلى آخره، صادرات. كيف اليوم بدنا نعمل نحن شو السياسات؟ ما في دولة تحولت لدولة مصدرة. بدون مجلس مختص بالصادرات وين شغلته الصادرات وين لبنان من منظمة التجارة العالمية؟ كمان لبنان منظمة التجارة العالمية بده يفوت فيها لبنان شو عنده يصدر؟ هل في مخاوف غير انه نحن ما صادرات؟ هل في مثلا دائما بتقول الدول الصغرى بتخاف من الدول الكبرى انه تبلعها طب ما كيف كيف تبلعها؟ ما بتبلعها هيك بتبلعها بالاستهلاك كيف كيف بيبلعوا بعضهم الدول؟ بتبلعها بانه انا فكيت كل هالحزام اللي حاطه حوالي حالي ايه لا لفوت وضاهر ولا بس فوت عرفتي وين النقطة؟ <applause> أنا إذا عندي شيء أوصل فيه على السوق العالمي أنا ويش بيفتح اقتصادي بس إذا أنا ما عندي شيء على شو راكد؟ على شو راكد؟ شو جاييني منهم؟ برجع بقلك لك في تابعي مواقف وزير الاقتصاد أنا عم بقلك لك لأنه اللي حكيه هذا الزلمة هالسنتين ما حدا حكاه بتاريخ الجمهورية عن البنية الاقتصادية اللبنانية وهيدا رجل مال وبيعرف هو رجل مال و... و... ايه بيعرف شو عم يحكي يعني وهيدا بنحييه من, من هون ايه لانه ميلة. يساري ليحكي لا ولا كذا هذا رجل مال ابن القطاع المصرفي خريج الجامعة الامريكية بيحكيكي هالحكي يعني في شي لازم ننتبه له بقى ما بقى فينا نمشي هيك على السليقة انه احنا اقتصاد حر حر بشو شو حرية اقتصادنا انه تفوت تغتصبنا بضائع الدول الاخرى ما هيدي الحرية اجت من الرأسمالية مالية انه لسائل لسألي دعه يفعل دعه يمر بس كيف ما هي مثل انه الانسان حريته وين بتوقف بدها توقف بمحل مثل يمكن حضرتك حكيت كمان عن منحة الانساني هلا وقتها كنت عم تقول بده يوقف كل الوضع النظام السياسي عنا هون على حد معين هلا انه صار في توجه عالمي نحو الانسان كقيمه بحد ذاته او بعد بعده الانسان سلعه قد ما فينا نحنا نزيد من استهلاكه لانه هو باستهلاك الانسان عم بتزيد التجاره وعم بيزيد بيقوى الاقتصاد بس اقتصاد من وعلى حساب من هيدا كله جوابين صح تشييق الانسان صح وخلق القيم الانسانيه صح بيتوقف عن انت شو بتقرري تنجي. انت وقت تقرري تنجي بطريقه ايه انك تكبري احترام شعبك بين شعوب الارض بتكوني عم تخلقي منتج انساني. وقت تقرري تنجي ايه بشكل إيه يأخذ بعين الاعتبار اهداف قصيره الامد جدا وتعامل مع ازمات انت عم تحولي انسانك لشيء. ان كان كمستهلك ولا كعامل ولا كرقم ولا اللي بدك اياه اليوم الصين لقلك تجربة فريدة معليه بس بتعبر جدا بكلمتين الصين بيكلمتهم. من 40 سنة ظهرت من فقر مخيف كانت بفقر مخيف مدقع مه. عرفتي ب 40 سنة شغلت شعبها ما كان معروفين المدخول الدولار ايه؟ بالنهار شغلت شعبها بأسوأ الشروط م? بس ب 40 سنة غيرته لشعبها قضيت على الفقر قضيت على الجوع يا عملة عملة اقتصادية عملت أحدث مدن هي. بالعالم هيدا هو الخطة اللي عم بحكيك إياها يعني فيك تكوني أفقر من لبنان بكتير وتطلعي منها فينا نستنير حتى ما نقول نستعير أنا الإعارة ما بحبها وقتا واحد بيقول أنا بدي أخد من هيدا النظام لأنه نظام ناجح في فرادي لكل دولة لكل شعب لازم نحن ننظر نستنير من تجارب الدول الناجحة لحتى نحنا نشوف شو بدنا نطبق عنا طب في حدا عم بياخد بهالشيء بعين الاعتبار؟ يعني هيك لازم صراحة هيك لازم مين عم ياخذ انا دعوة. شايف الازمة السياسية كمان دعوة ثانية بس شايف الازمة السياسية هي بدنا لجنة مجلس اكبر من أه اكبر من قدرة اكبر من قدرة المجموعة الحاكمة عم يعني تتعامل معها اخذة كل الوقت الازمة السياسية صراحة والصراع السياسي وانا بقول لك يعني رغم انه هلا في كثير ما حيقولوا عم ساير بس انا بقول لك يعطيهم الف عافيه لانه نحن بظرف جيو استراتيجي خطير جدا بس هذا ما بيلغي انه نحكي وين رايحين اذا ضلينا بهذا الاقتصاد نحن واعيين انه اليوم الدوله اللبنانيه بكل فئاتها وتناقضاتها ايه قدرت اجتمعت على تجنيب لبنان نتائج الحرب السوريه بكل هالاكلاف اللي دفعناها بس هذا شيء صار عرفتي إيه؟ بس نحن اللي عم نقوله يعطيكم الف عافيه، انتم مخضرمين بالسياسه، عملتوا العجائب، البلد بعده موحد، واقف على اجريه، بس انتبهوا ممكن توقعوا من بوابه الاقتصاد. هي بوابه الاقتصاد هي اهم شيء هي عصب نعم. البلدان نعم. لانه نعم. هي معيار من معايير القوة كمان، ومن اهم معايير القوة بالايام الحالية، لانه الحلفاء السياسيين بيتغيروا بس الاقتصاد هو لا. الاكل والشرب بيشرب لك له قوانين لا يمكن عكسها إيه ما بعرف اذا المشاهد كمان بيعرف في منطقه تجاره حره عربيه كبرى لبنان فريق فيها واضح. للتخفيض التضريف التدريجي للرسوم شو اضافت للبنان هالمنطقه؟ ما بقى. نفس الحديث اه يعني كل الاسئله اللي, اللي سالتهم هالمجال نفس الحديث اللي قلتيه انت اذا ما عندك انت شيء تحاربي فيه ما تروحي على الحرب ما عندك بضاعة صدرية؟ شو وين رايحة أنت؟ يعني اتفاقية تسيير شو فادتك إيه؟ ال الاتفاقية الجمركية مع الاتحاد الأوروبي شو فادتك فايدة الأوروبية فايدة العرب اللي عم يشتغلوا على مستقبلهم الصناعي. م? بتفيد بلد مثل تونس، بلد مثل الأردن. بتفيد جبل علي بدبي. شفتي مين بتفيد؟ هول اللي بتفيدهم. وبتفيد بكره سوريا الله يئمة بالسلامة سوريا بلد صناعي رح يستفيد لبنان من لا بتفيد هاي الدول اللي عندها بنى انتاجية قادرة تصدر على أساسها هيدا اللي عامل... إذا لبنان ما راح حاله يعمل هالشي يعني شو عم يعمل عم يبعثوا هالمعطرين ولادنا اللي برا مصاري عم نرجع نحن نروح نستهلكهم ونكبهم لبرا وعم نمنع أي فرصة ليكون عندنا انتاج يقدر يقيم بحاجاتنا بغياب هالسياسه الاقتصاديه المسؤولين على شو عم بيراهنوا؟ على شو؟ ما في رهين رهان ما في لكن في شغلتين بلبنان انا بعتبر الوعي الاقتصادي هو وعي مستجد على الطبقه السياسيه. امم والطبقه السياسيه ما كانت فاهمه يعني لوقت قريب ما فاهمه مخاطر الانفاق المتفلت. وما فاهمة انه هيدا بده يرجع ينعكس بعدين بمطارح تانية م? يمكن هلأ لا أكثر عم بيصيروا عم بيشدوا مبين من تصريحاتهم على القليل عم بيشدوا لأنه يقولوا أنه نحن صرنا واعين أكثر بس هني كمان غرقانين بأزمة سياسية لما تحطي بالميزان ما في نطعمهم وما عم بيشوفوا الاقتصاد لا عم بيشوفوا بس في نوع هلأ بظل الأزمة السياسية في نوع من عجز عن إنتاج أي مفهوم اقتصادي أو خطة اقتصادية جديدة بالبلد إذا ما انحلت مشكلة السياسة طب قبل ما نفوت على الضريبة بدنا نعمل ريكاب صغيرة من كل اللي قلنا إنه الاقتصاد الكلي شو أهميته الاقتصاد الجزئي شو أهميته ودعوة لكيف نحط الاطار او السكه على الطريق المضبوط لنقدر ننهض باقتصادنا لانه يزيد عنا النمو ويبطل فيها المخاوف اللي مرتبطه فيها سواء بالعمله وسواء بالهجره او البطاله. خلينا من شو اللي بخلي الناس تصرف مصاري؟ شو اللي بيدفعني انا وياك نصرف مصاري؟ شو اللي بيدفعنا نستهلك؟ شو اللي بيدفعنا نستثمر؟ امم اللي بيدفعنا له هو الاطار الاستقرار اللي موجودين ضمنه امم زائد اطمئناننا على ميزانيتنا الخاصه. هيدا اللي بخلينا نصرف، إذا نحن عندنا خوف من بكره امم إذا عندنا خوف من السياسات الاقتصادية اللي نحن عايشين بظلها، المستثمر بطل يستثمر امم والمستهلك مثلي ومثلك إيه بصير يضب مصرياته إذا كان معه مصاري. هذا مايكرو إيه بس نحن هيدا عملك بس نحن عم نصرف إيه، دا... نحن عم نصرف هلا بقول لك بسبب مم. شو؟ هذا مايكرو، نحن كيف نتصرف كأفراد مم. مم؟ لنحن نتصرف صح ونضل عم نصرف باقتصادنا ونستثمر باقتصادنا بدنا الماكرو يكون عم يشتغل صح شو الماكرو الاقتصاد الكلي للبنان ثلاث أنواع من السياسات سياسة نقدية صحيحة شغلتها إنها تحافظ على استقرار الأسعار لحديت لا بيشهدوا لحاكم مصرف لبنان من, خلال. مصر من خلال استخدام أدوات متعددة أه. سياسة مالية م? شغلتها انه من خلال الموازنه لما الاقتصاد يكون عايز مصاري بضخ بعمل عجز بالموازنه بضخ ولما الاقتصاد يكون في فائض بسحب منه لضل محافظه على التوازن الاقتصادي مم. اوكي غائب. السياسه الماليه والسياسه النقديه لازم يشتغلوا بتوافق مع ضمن خطه خطه بنسميها السياسه الاقتصاديه هذا نظريا شغلته. لا هذا العالم هذا واقعيا عندنا إنه... ما انت شايف اليوم بامريكا لا على ربع نقطه في مشكل على ربع نقطه بفرنسا على ربع نقطه بسعر الفائده في مشكل ليه؟ ليه موجود هالمشكل؟ لانه في مقاربه عند البنك المركزي انه هو بده هيك يحمي البلد من التضخم ومن احتمال انهيار اقتصادي شبيه بازمات ضخمه كبرى عرفتي الربع نقطه لقيمه الربع نقطة لقيمة بحساب المستقبل الاقتصادي ليه؟ لأنه في خطة إجمالية بأمريكا متفقين عليها كلن اسمها النمو الاقتصادي المستدام ما بدنا نمو يعلى نرجع نطب الأرض طيب نمو 2007-2011 نحن كنا شايفينه شو جاي بعد منه؟ ولا مرتاحين على أمورنا، عندنا ثقافة بتقول العقار بجنن، العقار ما بيوقع، لبنان بفوت عليه مصاري من برا، لبنان اللي بغطي عجز الميزان التجاري هو فائض الرساميل، كله هذا بين إنه بلحظة ممكن يطير كله بلحظة ممكن يطير في سياسة اقتصادية سياسة بعيدة المدى إيه قايمة بلبنان يجب أن تقوم على مبدأ تنمية القطاعات المنتجة وخليهم خلينا نلعب بالسياسة المالية والسياسة النقدية بما يخدم السياسة المالية اليوم بلبنان موجودة فقط لخدمة حاجات تمويل الدولة طب حكينا سياسة نقدية سياسة مالية تالت سياسة التنموية التنموية سياسة الاقتصادية مه. سياسة التنمية اللي موجودة بالبلد طب. هو إذا بدك هن أساس النمو الاقتصادي قد ما عندك سياسة اقتصادية فيها رؤية وفيها أكثر انكلوجن إدماج لفئات أوسع من المستثمرين من الشعب تشجيع الناس على الانخراط بالعملية الاقتصادية قد ما هانت مهمة السياسة المالية والسياسة النقدية نحن مثل ما بيعرفوا العالم أصعب شيء ينفهم الضريبة اصعب شيء واحد يعرف ضريبه لانه ما بده يفهمها ما بده يدفع ضريبه شو اثر الضريبه على الاقتصاد عندنا بلبنان آه لك برجع بخبريك الخبريه خبرتك اياها من شوي اذا الاقتصاد في مصاري كثير صار في خوف يصير في تضخم ياثر على العمليه الاقتصاديه شغله الدوله انها ترفع الضرائب مثل ما بترفع الفوائد بتبطئ وتيره النمو الاقتصادي ببطل في خوف من التضخم و من نحن عندنا هذه الضريبه او عم لا عم نحكي إيه؟ طيب العكس كمان بدنا ننتبه له اذا البلد في كربجه اقتصاديه شغلتنا نخفض حاصل الضرائب اللي بنلمه نحنا من القطاع الخاص اكان مستهلكين ولا ولا منتجين ليه؟ لنشجعهم اكثر لن... لن... لنعطي دافع للاقتصاد اكثر بس لانه بلبنان السياسه الماليه ما عم تلعب دوره كناظم لتعزيز الاقتصاد تبطيء الاقتصاد عم تلعب دورة بصفتها ناظم لحاجات الدولة للتمويل السياسة المالية بلبنان تعمل على مبدأ أساسي هو بحرك السياسة المالية ما هي حاجات الدولة للتمويل وهيدا أوتوماتيكيا بحط على جنب حاجات تمويل الاقتصاد طب الدولة عندها موارد م. للضريبة وللرسوم سواء عبر المرافق كل شيء كل شيء كل شي, شي. وموارد الدخل والقيمه المضافه وغير المضافه وكله مباشر وغير مباشر طب قد هيدي عم بتاثر هالمردود اللي عم بيجي الايرادات الضريبيه على الاقتصاد اللبناني عم نقدر نشوفها لانه حجم الانفاق هائل مش عم بيكفوا يعني السنه عندي او تهرب سبب اثنيناتهم هو شوفي تهرب بخلي ضريب المحصله اقل امم بس انت نسيت التهرب لانه حجم الضغط الضريبي على حجم الاقتصاد اليوم كثير عالي امم كبر الاقتصاد بتصير هالضريبه ماشي بتنبلع بس باقتصاد نايم ما بيحمل هالمستوى يلا بدنا نسيقه زادوا ضرائب سنة الماضية بكلمتين زادوا ضرائب لأنه عندهم حاجات انفاق وحدة منها السلسلة مش هي كلها انتبه وحدة منها سلسلة الرطب والرواتب مهم. حاجات الانفاق بس بعد ما بعد ما عطشونيها. واسع جدا واسع جدا حاجة الانفاق نحنا نحن بدنا نختم صرنا بدنا منا كلمتين كيف بدنا نحفز هالاقتصاد بظل الظروف الراهنة كلمتين واضحين جدا اتفاق سياسي استراتيجيه تنمويه خطه سياسيه حدنا. ما بدها اتفاق سياسي استراتيجيه تنمويه حكومة تمتريس ما بتمشي فينا الا للهاوية. إذا رايحين على حكومة تمتريس رايحين على الهاوية. ما بقى بدها تبصير ولا تنجيم ولا علوم متطورة جدا لتفهميها. البلد ما بيحمل هالمرة حكومة تمتريس. بدك حكومة متناسقة، فعالة، منتجة، تضع يديروا بالسياسة اللي بدهم يديروه. بس ال... هن وعم يختلفوا بالسياسه انتبهوا انه هذا ما ياثر على البرنايطة الاقتصاديه. الرقابه الاقتصاديه على الرقابه على الاقتصاد هل هي ضروريه مشان تفعيل الاقتصاد؟ حسب كيف شو بنقصد من... يعني حسب شو بنقصد في رقابه ضروريه وفي رقابه ما ما لها معنى حسب شو بنقصد بنشكرك بروفيسور بيير خوري على كل هالمعلومات القيمه وعلى امل لقاءات كمان بمواضيع متعلقه بالاقتصاد بتفيد المشاهد بتفيد الوطن كمان. مع هجره اليد العامله الشابه ومع نمو اقتصادي متدني وتخوف من تدهور العمله الوطنيه وبطاله جاوزت 50% فهل لبنان قادم على الافلاس؟ بنختم مع كارل ماركس هناك طريقه واحده لقتل الراسماليه الضرائب والضرائب والمزيد من الضرائب. على امل انه ما تقتلنا الضرايب بالاكن الاسبوع القادم تصبحوا على خير